تعالوا بقى نعمل البانيه على انه شيش طاووق بطريقه جميله، خلطه جميله بطعم اجمل. طبعا البانيه احنا بنقليه او بنعمله على الجريل بالزعتر بالخلطه بتاعته، لا المره دي هنعمله بالطريقه دي. يلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. انا جبت حوالي كيلو الا ربع بانيه، اخدت منه يعني وشلت منه شويه صغيرين. هو تقطعيه زي ما هو كده شرايح كده بالطول، وتنتبله بقى نقطعه كله شرايح بالطول. طبعا البانيه يعني يبقى وش الطبق كده كام واحده حلوين، والباقي كله من تحت مقطع. انا باخد بقى المتقطع دوت يعني بعد ما بتبله بعمله كده بخلطه لوحده بقرنين فلفل الوان كده، بيبقى ده حاجه ودي حاجه تانية. انما البانيه اللي هو السليم دوت هنقطعه صوابع كده وهنعمله ايه شيش طاووق. بصوا زي ما انتم شايفين كده اهوت، انا هبدأ ايه اخلص الكمية كلها وبعدين ايه نشوف التتبيلة بتاعتها. طبعا التتبيلة برضو كالمعتاد هنحط، بصوا انا شلت منه الحتت المتقطعة صغيرة، ودوت الحتت اللي هي ايه حلوة هتنفع انها تتعمل على الشطور. طبعا توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود، وملح، وشوية بابريكا، وليمونة، وشوية كركم، خلاص. وهعصر عليها ليمونه حلوه كده اهوت، وهقلبهم كويس قوي قوي قوي. لو عندك دبس رمان حطي، لو عندك خل تفاح حطي شويه صغيرين، عندك عسل اسود، فانا حطيت شويه عسل اسود عليه، انا حطيت عسل اسود عليه وحطيت عليه معلقه صلصه كبيره، وقلبت التقليبه الكويسه دي جميله. وجبت طبعا الشيش طاووق بليته ميه الاول، نقعته في شويه ميه الاول، وهنبدا ايه نمسك واحده واحده من الصوابع اللي هي المتقطعه دي ودخليهم زي ما، بس ما فيش بقى فلفل بينهم بين في طماطم كده، لا هو بس زي ما هو كده. وهعمله على الجريل، طبعا على الجريل اللي بيبقى جميل واللون بتاعه كمان بيطلع حلو جدا. انا هعملهم كلهم كده على السياخ الشيش الطاووق، وبعدين ايه انا حاطه الجريل، هنسخن الجريل حلو قوي، وبعدين نرص ايه كل اللي انا هعمله الكميه اللي هعملها دي نرصها كلها جنب بعضها. خلصت الكميه كلها هي. طبعا الجريل اللي محطوط على النار سخن، يعني انا مش مشغله عليه النار من شويه، سخنه قوي. هحط بقى ايه شويه زيت في الارضيه كده اهوت، وهعملهم على الارضيه كلها، وبعدين ارص بقى ايه العيدان بتاعه الشيش طاووق ديت ارصها كلها معاها، يتحمر بقى من فوق ومن تحت، بس ايه يعني ما يبقاش النار شديده عشان ايه ما ياخدش لون كده على طول من غير ما يكون استوى. طبعا البانيه ضعيف يعني سواه ما بياخدش وقت كتير. انا هو بنفس الطريقه كده بس مستنيه الزيت لما يسخن. بصوا بقى ايه نقلب بقى نفضل ايه نقلب فيه لحد ما كل الجوانب تاخد نفس اللون اللي انت عايزه. طبعا هنا النار مش شديده علشان هو يستوي كويس، وقلبي فيه زي ما انت عايز، لان هو طبعا مش هيقع من السياخ ديت لان هو متشبك فيها. بص لونه بقى جميل ازاي. طبعا لحد ما نخلص الكميه كلها انا محضره طبق نطلع فيه على طول ونحط بقيه الكميه. طبعا مش قادره اقول لكم ريحته جميله جدا وطعمه اجمل، يعني لازم تغيير في شكل الاكل. هو بانيه مرة نقليه، مرة نعمله على الجريل، مرة نعمله بالطريقة ديت، مرة نعمله بخلطة، مرة نعمله بالفلفل الألوان، ونحمر جنب منه شوية بطاطس، أي حاجة، لكن هو في النهاية هو بانيه فلازم نغير في الشكل. بص لونه بقى جميل ازاي. طبعا ايه خلاص انا بقيت الكمية ايه دي آخرها. أهم حاجة ما تطلعهوش ني. خلاص كده انا ايه انا كده خلصت كله. هي كميه يعني نص كيلو بيفرط معاك كتير ما شاء الله، ولو عملت اكتر بيفرط معاك اكتر برضو. انا خلاص هنا خلصت كده. طبعا الزيت بقى اللي هو في الجريل دوت انا كنت مقطعه شويه فلفل الوان على بصله كده حلقات على طماطميه كده مربعه قلبته فيها، بس للاسف الكاميرا ما جابتهمش. احنا عاملين طبعا جنبي منها مكرونه وعاملين شويه سلطه، فاكله جميله اكله مشبعه. شكل الشيش طاووق بتاع البانيه جميل قوي قوي ما اتحط على السفره. بألف هنا وشفا يا رب ان شاء الله ان شاء الله. اتمنى ان انتم تجربوه باذن الله هيعجبكم ان شاء الله.
خلصت خلصت كله، طلعناه طبعا، حطيت شوية بقدونس كده في أرضية الطبق، وطلعناه رصينا بقى كله مرة واحدة. وبعدين إيه، هنغرب بقى الأكل. أنا عاملة جنبي منه مكرونة بصلصة، وعاملين سلطة زبادي، وعاملين سلطة طحينة جنبي منه. طبعا بقية الزيت ده اللي هو في الأرضية ديت واللي هو نزل من البانيه، أنا كنت مقطعة طماطم أربعة كده، وبصلاية حلقات رفيعة، وقرنين فلفل كده مقطعين حلقات حلقات، حطيتهم قلبتهم في شوية الزيت دول على النار، بس للأسف الكاميرا ما صورتهمش. احنا هنا كده خلاص خلصنا كله. طبعا اللي انا بشيله دلوقتي دوت ده طعمه خطير، طعمه خطير بمعنى الكلمة، المحمر الجميل ده مقرمش كده. احنا هنغرب بقى دلوقتي ونوريكم ايه ان شاء الله شكل الاكل عامل ازاي. يا رب شكل الاكل يعجبكم، طعمه طبعا يعني حاجة جميلة جدا جدا جدا. ادي الشيش طاووق لما خلص، بانيه، البانيه غرفنا طبعا المكرونة. أنا عندي في ناس تاكل المكرونة بصلصتها، في ابني لازم المكرونة تبقى بيضة والصلصة فوق منها، ما يحبهاش متقلبة فيها. كل واحد بقى على حسب مزاجه بقى في الأكل. فدلوقتي شكل الأكل كله اهوت. جربوا الأكلة دي جميلة، الشكل جميل، الطعم جميل، والشكل فيه تغيير مدى الآلية وكده، مرة كده ومرة، مرة بالبيض ومرة من غير البيض، مرة بالشكل دوت، بيديني شكل جميل. أدي بقية الأكل كله هو. للأسف الشديد أنا عندي ابني مدمن بيبسي بصراحة، مش عارف يعمل مقاطع للبيبسي خالص، ما بيعرفش ياكل غير بيه. انا عندي الشكل اهو بتاع الاكل اهو زي ما انتم شايفين، سلطة الزبادي، سلطة الطحينة، المكرونة، الشيش طاووق بعد ما خلص. الف هنا وشفا يا رب للجميع يا رب ان شاء الله. اتمنى الفيديو يعجبكم باذن الله، وتعملوا لي بقى كده لايك طيب وكومنت حلو، وتعملوا شير للفيديو، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.